هذا وقد شهدت مملكة البحرين احتفالات واسعة لتشارك شقيقتها المملكة العربية السعودية الاحتفال بيومها الوطني. حب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين توسط في قلب الشعبين لتجمعنا علاقة أخوية وعادات وتقاليد متمثلة بجسد واحد وقلب واحد ينبض بالأمن والأمان. وزيارات متكررة متبادلة فتحت البحرين ذراعها قبل أرضها لتستقبل مواطني المملكة العربية السعودية في كل مناسبة وكأنهم في وطنهم. ولعل في اليوم الوطني السعودي نبرهن من خلاله كل الاعتزاز والفخر بالمملكة العربية السعودية، مملكة العروبة والأصالة والمجد. نبارك صاحب الجلالة الملك خادم الحرمين الملك سلمان عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان مناسبة العيد الوطني للمملكة لهذا العام، ونهنئهم ونهنئ الشعب السعودي كافة، ونشكر جلالة ملك البحرين وسمو ولي عهده وسمو رئيس الوزراء في مملكة البحرين على تفاعلهم مع احتفالاتنا كأنها احتفالات لدولة البحرين مملكة البحرين، وكلنا شعب واحد شعب الخليج. وفي النهاية لا يسأل أن نتقدم بخاص الشكر لتلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لنا للتعبير عن شعورنا بهذه المناسبة. أحب أبارك للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعلى رأسهم قيادة الدولة بالحكومة من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين. وحنا اليوم في زيارة للبحرين، بصراحة ما في فرق بين السعودية والبحرين، وحنا نحس أنه بوطننا الثاني وعايشين أجواء الفرح وعايشين أجواء الاحتفالات، إذا مو هو زي السعودية أكثر من السعودية الحمد لله. وهذا عيالي معاي وكلهم مبسوطين، والله يتمم علينا الأمن والأمان والأخوة الخليجيين صراحة في البحرين أو في غير البحرين، سواء في الإمارات أو الكويت، كلنا وطن واحد، والله يديم اللحمة الخليجية إن شاء الله على خير. أجواء من الفرح والاحتفال باليوم الوطني السعودي اكتسحت أرجاء مملكة البحرين. عبروا مواطنو المملكة العربية السعودية في هذا الصدد بكل امتنان وشكر للبحرين قيادة وشعبا. نشكر أولا حكومة البحرين لاحتفالهم باليوم الوطني السعودي، لأننا كل الوطن العربي وطن واحد. ونهني الملك سلمان حفظه الله والأمير محمد بن سلمان في هذا اليوم، ونسأل الله أن يكون أياما كثيرة نحتفل فيها بإذن الله، وأن يعز الإسلام والمسلمين وهذه الأمة العربية والإسلامية. أنا الحين في مملكة البحرين، أشكر مملكة البحرين على احتفالها باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كل عام السعودية بخير، وكل عام الملك سلمان والأمير محمد بخير. شكرا شعب البحرين. من مملكة البحرين تزف أطيب التهاني والتبريكات محملة بأجمل مشاعر الحب والامتنان لنعيش اليوم الوطني السعودي بكل تفاصيله. علاقة عريقة جمعت مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، وما كان اليوم إلا أن ننقل لكم أجواء من الفرح والتبريكات بمناسبة العيد الوطني السعودي، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.